السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة هوات أم إيناس. إن شاء الله حلقة اليوم غادي نصايب لكم غريبة بالكاكاو سهلة مهلة وبمقادير بسيطة كما عودتكم. ننتقلوا دابا للمقادير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة عندنا كاس الزيت، نص كاس سكر حبيبات، ربع ديال الكوك، ثلاثة معالق كبار دقيق أبيض، فوس ثلاثة البيضات، جوج معالق كبار كونفيتور، وجوج معالق كبار كاوبيل، كيس فانيلا وكيس خميرة كيميائية، سكر غلاسي باش نفندو فيه الحلوة ديالنا. سالينا المقادير، يلا ومعايا نشوفوا الطريقة. بسم الله، ناخدو واحد البول كنديرو فيه ثلاثة البيضات وكنخلطوهم مزيان. هاد الحلوة الصراحة كتجي زوينة وخفيفة، كتجي معلكة وخفيفة. هنا خديت قبصة ملح، راه غير شوية، خلطتهم مزيان. غادي نزيد جميع العناصر. هنايا ضفت سكر فانيلا، خلطتها مزيان. من بعد غادي ناخد جوج معالق ديال الكونفيتور. هاد الكونفيتور كيخلي لنا، هادي هو اللي كيدير لنا التعليكه، كيخلي ديك الحلوه معلكه. وجوج معالق ديال كاوبيل او نسكويك اللي كاين، الكاكاو لا حيت حنا بغينا شويه تكون حلوه، نقدروا نديروا الكاكاو غير باش تعطينا اللون. هنايا السكر حبيبات، يعني هنا الا بغيناها تكون كحله زعما اكثر من هكا، كنزيدوا واحد الملعقه كبيره ديال الكاوبيل، عفوا ديال الكاكاو. هنا زدت الزيت، ضفت الزيت وكنخلط هادشي مزيان، نخلط العناصر كامله مزيان. صراحه هاد الحلوه ما كتديش الوقت، يعني كتصايب في دقائق معدوده، سهله ماشي ما كتطلبش شي حاجه اللي صعيبه، زعما ما كتطلبش الوقت. كنضيف دابا ديك الرابعه ديال الكوك كامله وكنحرك. هاد الكوك ما غاديش يجمع لنا كامله، حنا غادي نجمعوها بالدقيق. كما كتشوفوا ها هي راه باقا جاريه. ولكن غادي نجمعوها بالدقيق، ندير الملعقه الاولى ونجمعها، نحرك مزيان الملعقه الثانيه، ونخلي الملعقه الثالثه تنشوف الا ما تجمعش ليا الخليط. كيبان ليا الخليط باقي ما تجمعش، يعني غنحتاج ملعقه ثالثه. ندير دابا الخميره، يعني الخميره الكيميائيه، غادي نخلط وغادي نضيف الملعقه الثالثه. ما تنساوش ان راه مازال ما شربش لينا الكوك، يعني باقي كتجمع. غادي نضيف دابا الملعقه الثالثه، غادي نخلطها مزيان وندخلها للثلاجه 10 دقائق حتى تشد لينا راسها شويه ونخرجها. بسم الله، ونبداو دابا في تشكيل الحلوه ديالنا. كناخذوا صحن كنديروا فيه شويه تاع الزيت، كنحطوه حدانا باش كل مره نبقاو ناخذوا منه، كندهنوا يدينا مزيان وكنبداو نديروا كويرات ونحطوهم في سكر غلاسي. باش نسرعوا العمليه كنبدا نديروا بزاف الكويرات ونحطوهم في سكر غلاسي، عاد من بعد كنمرمدوهم مزيان في سكر غلاسي، عاد نحطوهم في صفيحه الفرن. انا غندير هاد الثلاثه، عاد من بعد غندير الطريقه السهله والسريعه. كما كتلاحظوا كناخذ الكويره وكنلبسها مزيان بالسكر غلاسي. بهالطريقه هذه احسن طريقه باش تكون مغلفه كلها بالسكر غلاسي. ومن بعد كنحط واحد شويه ديال السكر غلاسي على الوجه ديالها، وكان نضغط عليها واحد شويه من الفوق، وكنحطها في صفيحه الفرن.
والكويرات نحاولوا ما امكن اننا نديرهم شويه صغار، ما يكونوش كبار حيت فيهم ديك الخماره وكيتمددوا في الفرن، يعني مازال غادي يزيدوا يكبروا لينا. هاد الطريقه سريعه، كندير كميه من الكويرات وكنحطهم في السكر كلاصي، من بعد كنغلفهم كلهم بسكر كلاصي وكنحطهم في صفيحه الفرن وكندخلهم يطيبوا على نار هادئه. للاشاره كنحطهم في الفرن لتحت حتى كيتشقوا لينا، عاد كنطلعهم للفوق باش يكملوا الطياب ديالهم. ها هي غريبه الكوكو الكاوبيل ديالنا، بعد ما خرجتها من الفران بقى سخونه، ما كنحيدهاش من صفيحه الفرن حيت كتكون هشيشه، الا حيدتها غادي تهرس ليا. غادي نخليها حتى تبرد ومن بعد غادي نديرها ان شاء الله في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي للغريبه ديالنا، غريبه الكوكو الكاوبيل، كتجي صراحه هشيشه وزوينه كما كتشوفوا في الصوره. نتمنى تجربوها، راه سهله، المقادير بسيطه كما كنعودكم دائما، ووصفات سهله وسريعه كتصاوب في دقائق معدوده. ما تنساوش ديروا جيم وابوني في قناه هيوات ام ايناس وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالمزيد من الوصفات ديالي، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.